السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السردين في الفرن بالخضر. هذا الطبق اللي كيجي رائع ولذيذ وبسيط في نفس الوقت، وهو صحي ومفيد وغني جدا. وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتابوني معايا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونخليكم على المقادير طريقة التحضير. لهاد الطبق غنحتاجو واحد الكيلو ديال السردين. هنا انا خديت السردين وغسلته ونقيته مزيان كما كتشوفوا، حيدت له السنسول كامل. خديت السردين اللي هو مويان، ماشي كبير بزاف وماشي صغير، صافي نقيته مزيان، السنسول حيدته له. عندي هنا البطاطا قطعتها دوائر ودرتها نص سلقه، جوج بصلات مقطعين هكذا دوائر، فلفله حمراء، فلفله خضراء حتى هما مقطعين دوائر بنفس الشكل، ثلاثه الحبات ديال المطيشه او الطماطم مقطعين دوائرات، واحد الحامضه مقطعه دوائرات، كزبره ومعدنوس، سته الفصوص ديال الثومه محكوكين. بالنسبه للعطريه غنحتاج معلقه ديال الكمون، معلقه التحميره، معلقه ديال الملحه، واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم او معجون الطماطم، واحد عصير حامضه، والزيت بطبيعه الحال، وما نساوش المزيودات. هنا عندي ثلاثه ديال المزيودات. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نعمل، غادي نحضر الشرموله. غناخذ القزبر والمعدنوس، نضيف عليهم الثومه، العطرية، كمون، ملحة، تحميرة، عصير حامضة، معجون طماطم، زويتة، ونخلط هاد الشرمولة مزيان حتى تنسجم. صافي الشرموله ديالي ها هي واجده، غادي ندوز نص شرمل السردين. غادي ناخذ السردين على هذا الشكل، نعمل فيه الشرموله، نجيب الحبه الثانيه نعملها فوق منه على هذا الشكل هذا، صافي ونحط هكذا. صافي حتى كنكمل هاد السردين ديالي كامل بالشرموله، صافي وكنعمل هكذا وحده على وحده ونحط. من بعد ما شرملت السردين حطيته على جنب، خديت البلاطو اللي عند دخل في الفران، درت له بابي سولفيريزي، وغادي ندوز نسد فيه الخضيره. عمدة بسم الله، مطيشه، صيلة، صافي غنبقى نسد في الخضيرة هكذا. هاد البصيلة كتجي لذيذة، ومي كطيب كتعسل، كتجي رائعة، كتعجبني نديرها مع السردين. غادي نعمل بطاطا هكذا، قلت لكم البطاطا رانا ديجا عملت لها
نص القاع هكذا، غادي نعمل الشرموله هكذا من فوق ديال البطاطا كما كتشوفوا. عملت هاد الفليفله حتى هي هكذا من فوق البطاطا صافي. دابا غادي ندوز نستف السردين على هاد الشكل هذا. بالنسبه للشرموله يمكن لكم تضيفوا لها الحار، كيجي لذيذ وبنين مع هاد الطبق هذا. انا هنا ما درتش الحار، يعني نتوما اللي كيبغي الحار يعني السودانيه يمكن له يضيفها. انا هنا غنكتفي بواحد المزيودات اللي غادي نعمل في التالي صافي هكذا. نبقى ماشي كنستف هاد السردين اللي عندي حتى نساليه. صافي بعد ما ستفت السردين اللي عندي كامل غادي ندوز عاوتاني نعمل دوائر ديال الفليفله هكا من فوق. المهم ستف الخضيره كل واحد يستفها بالطريقه اللي يبغى هكذا باش كيجي الطبق ديالنا ملون وزويون هكذا. نعمل شي مطيشه من فوق هكذا على هاد الشكل هذا. دابا غادي نضيف داك الدوائر ديال الحامض من الفوق صافي. من بعد ما تحط الخضره كامله غادي نزيد داك الشرموله من الفوق، الشرموله اللي بقات لنا كامله باش تلدد لنا داك الخضيره. صافي ما بقى لي الا نضيف المزيودات، نعمل هاد المزيودات هكذا من الفوق. انا ما كنبغيش نحلهم باش اللي كيبغي الحار كياخذو، اللي ما كيبغيش ما كيطلقش بزاف هاد الطبق. بعد ما ستفت الخضيره كامله كما كتشوفوا ما بقى لي الا ندخل البلاطو للفران ونخليه حتى يطيب مزيان من التحت ومن الفوق حتى يتحمر، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب. هذا هو الشكل ديال السردين ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، كيجي هكذا محمر وزوين ولذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.